بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا النغيب المتمرد على قادة وساسة الجيش الفاسدين النغيب سفيان محمد زين بريمة من داخل مباني قوات الاحتياط المركزي. الحمد لله تم الاستيلاء على الاحتياط المركزي وتم دحر فلول الكيزان وداعمين لدولة الفساد البوابة بتاعتهم وهذه مدمرة داخل الاحتياط. ما زلنا بنتجول في مكاتب قيادة قوات الاحتياط المركزي، فاتوا خلوها ونحن الحمد لله سيطرنا ونفسنا طويل. أيوة الله والله لا بنكل لا بنمل لا بنعرف المستحيل الحمد لله. نحن الآن بنتجول مع الأشاوز، الأشاوز الآن داخل قوات الاحتياطي داخل معسكر الله أكبر، والمعسكر يعتبر أحد النقاط الرئيسية ونحن بنتبرتع فيها في أمان الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر داخل الاحتياطي المركزي. الآن الحمد لله الأشاوز دخلوا الاحتياطي المركزي، الله أكبر، في مباني الاحتياطي المركزي، من داخل مباني الاحتياط المركزي.